رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو منورنا استاذ خالد عامر الناقد الرياضي بصحيفه اسل الاسبانيه. مساء الخير عليك، منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي، وكل سنه وانت طيب. مساء الفل، كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه والمشاهدين جميعا بخير. عايزين نتكلم النهارده بقى عن حاجات كتير جدا، ويمكن اهمها او ابرزها هو قياده لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي من امبارح. يعني من امبارح تولى رسميا تدريب النادي الاهلي، والمباراه المقبله هي مباراه هامه اكيد ومرتقبه قصاد بيراميدز يوم الجمعه اللي جايه. شايف ازاي هيقود لاسارتي المباراه القادمه؟ احنا طيب قبل ما نتكلم عن ازاي هيقود لاسارتي مباراه بيراميدز يوم الجمعه، خلينا نتكلم عن الانطباعات المبدئيه بالنسبه لاسارتي في المران الاول ليه مع النادي الاهلي. مختلف عن ناس كتير جم قبل كده، حرص جدا على ان هو يتكلم مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي عشان خاطر يساله عن تفاصيل. سمعنا ان هم اتكلموا في مداخله تليفونيه مطوله يمكن اخذت 30 دقيقه بيسالوا عن حاجات كتير قوي فيما يخص طبعا فريق كره القدم، وكمان سمعنا ان هو كان عنده النهارده او امبارح اجتماعات مطوله برده مع الجهاز المعاون. مظبوط. وكان زي ما بيتقال كده كان في وش خشب. وش خشب مع البعض، ووش حنين مع البعض عشان يتجاوز الأزمة أو يساعد على اللاعبين على تجاوز الأزمة. عقد جلسة مطولة مع أحمد علاء لاعب الفريق اللي أخطأ في مباراة الداخلية الماضية بالهدف الأول. صحيح. عقد معاه جلسة مطولة وقعد يقول له أنه الخطأ وارد، أنه أي حد يقع فيه، حاول يديله الثقة مرة أخرى، حاول يخلي اللاعب يستعيد الثقة في نفسه، حاول يفهمه انه الخطا وارد بشرط ان هو لا يتكرر مره اخرى، بشرط ان احنا ما نقعش في نفس الاخطاء بصفه متكرره او بشكل متكرر. عقد جلسه مع الجهاز الطبي برضو جلسه مطوله جدا عشان خاطر يعرف سبب الاصابه، اصابه عدد كبير من اللعيبه خاصه ان فيها اصابات متكرره، ابرزهم طبعا احمد فتحي اتصاب تاني في مباراة الداخلية، إصابة هتبعده لفترة طويلة بعد هو أصلا ما كان مصاب لفترة طويلة. الإصابات ديت خلته يقعد مع الجهاز الطبي بشكل منفرد، يعرف إيه في مطالبات كتير أغلبها على السوشيال ميديا من الجمهور بإقالة الجهاز الطبي و و و و هو مش مندفع، واضح إن هو مش مندفع، مش بياخد الأمور بشكل هوائي، هو قعد عايز يعرف إيه أسباب ده، عايز يعرف إزاي هيتجاوزوا الموضوع ده قبل ما ياخد أي قرار. زي ما قلنا قعد اتكلم مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق عشان يعرف تفاصيل طبيه وبدنيه وفنيه عن الفريق. عقد جلسه مع الشناوي، عقد جلسه مع الوافدين الجدد قبل ما ينزلوا المران، محمود وحيد، محمد محمود، رمضان صبحي النهارده كان موجود في النادي. عقد جلسه مع المنضمين جيرالدو الانجولي البرازيلي الانجولي. عقد جلسه حتى مع الجهاز المعاون زي ما تفضلتي قلتي كابتن سيد عبد الحفيظ ومعاونيه عشان يعرف السيستم بتاع المرحله المقبله هيبقى ماشي ازاي، هو هيعمل ايه، الفريق هيخرج من الموضوع ده ازاي. فهي بدايه جيده الى حد ما، لسه ما نقدرش نحكم عليه في الملعب، لسه حتى ما نقدرش نحكم على تدريباته من بعد لقاء بيراميدز. ولا طبعا من بعد لقاء بيراميدز، اولا بيراميدز مركز ثالث في الدوري، وقت خليني بس اقول لك ان هو جاي في وقت على مباراه صعبه برضه، صعبة ما هيش جدا سهله خالص. وحتى يعني احنا خلينا برضه نقول حتى لو كانت مباراه سهله هو صعب ان انت تحكمي عليه من ماتش واحد. تخيل انه هو هيلاعب اختبار سريع، ده مش اختبار، ده مش سريع، ده صعب جدا. ده قد يكون اختبار مستحيل. فريق مدجج بالنجوم، في محترفين جيدين جدا. صحيح. في لعيبه من المنتخب الوطني. فيها خبرات، في خبرات وفي عناصر شباب وفي جهاز فني قوي جدا بقياده حسام وابراهيم حسن. حقيقي. وهو بيعاني، هو الفريق الاهلي بيعاني من سوء نتائج، بيعاني من تذبذب مستوى، بيعاني من افتقاد للثقه، بيعاني من اصابات كتير. صحيح. بيعاني على جميع المستويات، فان هو يبدا بمباراة المركز الثاني على الدوري، الفرق ما بيني وما بين المركز الثاني ده 6 نقط مع وجود 3 مباريات ما بين الاثنين. بيراميدز لعب 15 ماتش معاه 30 نقطة، الأهلي لعب 24 ماتش معاه 12 سوري لعب 12 ماتش معاه 24 نقطة. فبنتكلم في فرق لسه 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 الدوري فيه، بس هتبقى مباراة صعبة. بيراميدز عنده ثقة أكتر، عنده ثبات مستوى أكبر، هيبقى مباراة صعبة، من المستحيل ان احنا نحكم على ده. اخر لقاء لبيراميدز كان قصاد انبي، انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. شفت بيراميدز هو بيراميدز اللي شفناه قبل كده؟ هو بيراميدز على طول هو هجوم كاسح، سيطرة نسبية على الملعب،
في كثير من المباريات بيراميدز تعادل كتير، البطوله ديت تعادل كتير في الماتشات، بس هو بيظل خطير جدا قدام الجون البرازيليين اللي فيه. هو يمكن بس في مباراه بيراميدز كان كينو مش في مستواه المعهود، مش مستواه في مباراه امبي كانش في مستواه المعهود، ما قدمش المستوى اللي احنا عارفينه عليه من بدايه الدوري لحد النهارده. بس لا يعني يظل هو زي ما هو اتعادل، ده نقطه ثمينه جدا مع التدعيمات الجديده لبيراميدز. متخيل شكل الفريق ده هيكون عامل ازاي؟ بصي انا دايما براهن على اللي بيكمل لحد الاخر هي الفرق صاحبه الشخصيه والجماهيريه والثقه المتوارثه عبر الاجيال. اهلي زمالك اسماعيلي وده بيفتقدها تماما بيراميدز، بيفتقدها بيراميدز. انا كنت دايما بقول هم طبعا الكثير من اصدقائي كانوا بيقولوا انه بيراميدز هياخد الدوري مستريح. طب انا كنت براهن على العكس تماما. قولي لي، خلينا نعتقد الاعتقاد ده، يعني مين اللي هيتبسط بايه؟ بالفوز ده مثلا مين اللي هيتبسط؟ مين في مصر هيتبسط؟ ما حدش. مين هينبسط فعلا؟ يعني بصي احنا خلينا نحسبها، لو بيراميدز فاز على الزمالك اللي هينبسطوا الاهلاويه، لو بيراميدز فاز على الاهلي اللي هينبسطوا الزملكاويه، لو بيراميدز فاز على الاسماعيلي اللي هينبسطوا الاهلي والزمالك. بيراميدز ملوش جمهور، بيراميدز جمهوره اعداء الفرقه اللي بيلعبها او منافسين الفرقه اللي بيلعبها. وده بيفتقد منه عنصر قوه، ان هو ما عندوش جمهور داعم ليه طول المشوار. عشان كده بيقع في الفرق القليله، مش القليله انا اسف طبعا، الفرق اللي ملهاش جمهور. صحيح. بيقع قدام امبي، بيقع قدام سموحه، بيقع قدام اللي هي الفرق اللي ملهاش شعبيه جماهيريه كبيره زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري. الفرق دي هيبقى صعب جدا ان هو او هتبقى صعبه بالنسبه للفرق الجماهيريه، لان هو هيبقى ليه مشجعين من انصار الفرق الاخرى. فاهم قصدي؟ بس قدام الفرق العاديه بيقع. مين اللي هينبسط؟ محدش. يعني يعني لما يعني انا عايز ساعات بسرح بخيالي، يعني بقعد ده ايه ده، ايه هيبقى ده، النكد ده. ايوه انا عايز على الناس كلها. لو بيراميدز خد الدوري هيحتفل بيه مع مين؟ هينزل الشارع ينبسط بيه مع مين؟ هيرفع الدرع مع مين يعني؟ بس يعني نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي في المباراه المقبله، نتمنى التوفيق للاسارتي في المشوار اللي جاي، لان هو قدامه مشوار صعب جدا. انا كنت معاكي المره اللي فاتت وكانت اخر مباراه لكارتيرون اللي خسرها، وقلنا انه جمهور الاهلي مش هيقبل باي هفوات بعد كده. النهارده انا راجع اقول نفس الكلمه للعيبه وللاداره وللنادي وكله، جمهور الاهلي مش هيقبل بانه الاهلي يفضل زي ما هو كده لبقيه الموسم. طيب مع التدعيمات الجديده متوقع شكل النادي الاهلي يختلف كثيرا؟ انا متوقع الاهلي يضم مجموعه رائعه من اللاعبين، وفي لازم نحط خط على تدعيم قوي جدا او تدعيمين قويين جدا خلال فتره يناير، هم عوده اجايي وعلي معلول. اجايي وعلي معلول قوه ضاربه في النادي الاهلي، وجودهم هيضيف الى الاداء. خلينا نتكلم على اللي جم. عندنا مشكله في الوينجات، عندنا مشكله في قلب الملعب. اتعاقدنا مع محمد محمود. صحيح. اتعاقدنا مع رمضان صبحي على سبيل الاعاره، اتعاقدنا مع وحيد. محمود جيرالدو. وحيد جيرالدو. صحيح. محمود وحيد على الجانب الدفاعي. بينقص بس في الاهلي شويه رتوش بسيطه. زي بينقص للاهلي مدافع. سنتر. طيب. باك. لو هنتكلم على المدافعين. اوكي. شايف مين دلوقتي اللي ممكن يكون مرشح ان هو يدخل قائمه النادي الاهلي في من اول يناير القادم؟ مرشح امام مجلس الاداره في قائمه ترشيحات طويله جدا. صحيح. للاعبين ممتازين. بس خلينا نتكلم برضو ان احنا عندنا ندره في مركز الدفاع في الدوري المصري عامه، والمدافعين الكويسين محجوزين متاخدين. محجوزين طبعا. وفي مدافعين كويسين ومش محجوزين، بس المبالغ المطلوبه فيهم من جانب انديتهم. صحيح. لو مثلا بنتكلم عن نادي سموحه ياسر ابراهيم مثلا. ياسر ابراهيم سموحه في مبالغه كبيره. صحيح. قوي في التخلي عن لعيبته. هم لاعبين ممتازين ونادي. صحيح. سموحه ودايما سموحه تلاقي عنده احسن مدافعين. سموحة أنا عايز أقول كده. أنا عايز أشيد بالمهندس فرج عامر. صحيح. وقدرته على إدارة الفريق. لأنه قادر إن هو يوصل الفريق حتى لو مش بينافس على الدوري، فهو على الأقل بيوصل لمراحل متقدمة، بينافس على الكاس. السنة اللي فاتت وصل النهائي، السنة من ثلاث سنين كان واصل اللي هم لما كان بنظام المجموعتين، وصل من ضمن افضل اربعه اللي هي الدوره الرباعيه اللي اتعملت ما بين الاهلي والزمالك وسموحه، مش متذكر مين او كان بتروجيت. هو مخلي لاعبته
عارفه قيمه الفريق وبتلعب كويس، ودوت بيعلي سعرهم لان هم بيلعبوا مرتاحين جدا وموفر لهم كل عناصر الراحه. شفنا محمود عبد العزيز الموسم اللي فات لما راح للزمالك كان واحد من افضل لاعبين خط الوسط في مصر جدا. ياسر ابراهيم كذلك، لما رجعنا تاني ناصر ماهر كان متالق بشكل رائع جدا مع سموحه وقبلها مع بتروجيت. يمكن كمان السنه اللي فاتت كان في مفاوضات مع محمود عزت قبل ما يصاب برباط صليبي، فكان في مفاوضات برده، كان مدافع كويس جدا جدا. سموحه بتمتاز بجوده لعيبتها. احمد حمودي لاعب الاهلي الحالي كان متالق وبرز نجمه في نادي سموحه، فهو لا نادي سموحه دايما في عناصر واعده جدا صالحه ان هي تلعب في اكبر الانديه، بس في مبالغه كبيره جدا في الطلبات الماديه من جانب مجلس الاداره. صحيح. يعني انا مع احترامي الكامل لكل لعيبه الدوري المصري ومع احترامي الكامل لنادي سموحه، ما فيش لعيب ممكن يدفع فيه 30 و25 و35 مليون جنيه. الماركت ما يسمحش، السوق ده يا جماعه ما يسمحش، لا اقتصاد مصر يسمح ولا المستوى التنافسي بتاعنا يسمح ان احنا ندفع 35 مليون في لعيب صلاح في مدافع، او لو مهاجم اللي هيتقال او في مدافع كمان. يعني على كده بقى صلاح محسن اللي دفع فيه 35 مليون ده كنا ندفع فيه 80، يعني لو هندفع 30 مليون في ياسر ابراهيم اللي هو مدافع محترم طبعا. ياسر ابراهيم لاعب رائع ومدافع قوي جدا جدا جدا, جداً, جداً. صحيح. بس في الاول وفي الاخر العنصر الاكثر امتاعا في كره القدم بيبقى المهاجم صانع الالعاب، فدول اللي بيدفع فيهم مبالغ غاليه، فلما نطلب في مدافع 30 و32 و35 مليون ده شيء خيالي، مبالغ فيه. خيالي جدا. لو اتكلمنا عن بعيدا طيب عن اللعيبه الانديه بتاعتهم بتطلب فيهم مبالغ مبالغه فيها جدا، شايف مين تاني ممكن يصلح ان هو يكون موجود في النادي الاهلي؟ خليني اقول انا طموحاتي الشخصيه في محمود مرعي وادي دجله، لعيب ممتاز كان بيلعب منتخب شباب وبعدين منتخب اولمبي، لعيب ممتاز جدا. على المستوى الشخصي انا اتمنى ان هما انه حتى يحصل نوع من انواع التواصل مع علي غزال، ونشوف الدنيا رايحه فين. علي غزال قيمه فنيه في الملعب قويه جدا، احترف في البرتغال، احترف دلوقتي في كندا. صحيح. احترف في الدوري الصيني، عنده خبرات كبيره جدا. اعتقد ان الدوري الكندي دوري ضعيف الى حد ما، كنا قريبين في فتره من الفترات كنادي مصري كنادي الاهلي من التعاقد مع عمرو طارق، بس انتقل الى الدوري الامريكي. الدوري الامريكي بقى دوري تنافسي قوي، صعب ان هو يتخلى عن الدوري الامريكي عشان الدوري المصري. بس انا عايز اقول لك برضو ان ما كانش فيه تفاوض بشكل رسمي، مفيش تفاوض بشكل يعني رسمي. هو بس كان فيه جس نبض زي ما بيقول، جس نبض، تواصل عبر وكلاء، بس كلام من بعيد لبعيد، كلام من بعيد لبعيد، بس كل دوت توقف في اول ما وصل له العرض بتاع الدوري الامريكي. عرض الدوري الامريكي من الصعب ان هو يرفضه، فحتى التواصل الغير رسمي مع اللعيب ما كملش في الاخر. بس يمكن انا اتكلمت مع عمرو، قابلته مره واتكلمنا مع بعض، قال لي حتى ان الكلام ده اللي هو من بعيد لبعيد كان كمان قبل ما يجي له العرض ده بكتير، بفتره بشهور يمكن. تمام. ما هو كله كان في اطار، فاحنا ممكن نقول ان دي كان في اطار الاستفسارات، الاستفسار وجس النبض وكذا وكذا وكذا. لو كان في خطوه رسميه الاهلي كان هيعملها فهي توقفت عشان العرض الرسمي بتاع او الانتقال الرسمي بتاع الدوري الامريكي. علي غزال زي ما كنت بقول لعيب ليه قيمه فنيه كبيره في الملعب، بيعرف يلعب في كذا مكان، بيعرف يلعب هاف ديفندر، بيعرف يلعب سنتر باك، في حاله 3-5-2 بيعرف يلعب سويبر سواء متقدم او متاخر. الدوري الكندي دوري مش قوي، فده ممكن يبقى طموح شخصي ليه ان هو يرجع يلعب في الاهلي، يبقى اساسي منتخب مصر. هو دلوقتي اساسي منتخب مصر، يثبت اقدامه في منتخب مصر. الاهلي دلوقتي بقى بوابه احتراف، شفنا احمد حجازي راح الدوري الانجليزي، شفنا رمضان صبحي راح الدوري الانجليزي ورجع. صحيح. تاني نتعشم ان هو يرجع تاني على فرقه اكبر ويشارك بشكل افضل، ان شاء الله يكون لي فرصه افضل في الاحتراف. فانا اتمنى انه يحصل تفاوض مع علي غزال باي شكل من الاشكال، لانه هيضيف كثيرا لقيمه الدفاع في النادي الاهلي. ياسر ابراهيم طبعا عشان ما ننساهوش، ياسر ابراهيم هم الثلاثه اللي في دماغي، ياسر ابراهيم ومحمود مرعي وعلي غزال. طيب نروح للقاء بيراميدز، اللقاء القادم ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه الساعه 6 مساء على ملعب الدفاع الجوي، اللقاء اللي من غير جمهور. من غير جمهور. طيب خلينا نتكلم عن اللقاء ده، شايف ان هو هيكون لقاء صعب؟ لا ده هيبقى
يعني ما فيش وصف يتقال يعني. لا هيبقى لقاء صعب جدا طبعا، هيبقى لقاء مجهد نفسيا على اللعيبه. في الملعب هيبقى صراع بدني، بس هيكون في مفاجآت، هيكون لقاء غير متوقع، لان احنا هننزل معانا اكيد عناصر جديده في التشكيل، وهم برضو نفس الكلام، يمكن نشوف تغيير تام في شكل الفرقتين. بصي، مفاجآت كره القدم دايما معودين على المفاجآت. انا بس النداء الى الجمهور ومشجعين النادي الاهلي، ما تحطوش اكسبكتيشنز عاليه، ما بلاش التوقعات العاليه في اللعيبه اللي جايه جديد. ليه؟ اللعيبه اللي جايه جديد في حاله رهبه، لسه بتلعب للنادي الاهلي لاول مره، بخلاف طبعا اللي لعبوا قبل كده، بخلاف رمضان صبحي مثلا. بتلعب نادي الاهلي اول مره، بتلعب قدام بيراميدز اللي هو تاني الدوري باسم النادي الاهلي، ما بتلعبوش دلوقتي باسم بتروجيت مصر المقاصه. صحيح. الانديه اللي هي اللي ما لهاش جمهور زي ما اتفقنا. انديه طبعا مع احترامي الكامل ليها، بس ما لهاش جمهور اكيد. لسه ما فيش حاله انسجام ما بينها وما بين اللعيبه اللي معاها في الملعب. والعنصر الاهم، لسه ما فيش بصمه واضحه للمدير الفني. المدير الفني لسه بنجربه لاول مره، هنتدرب معاه 3-4 ايام بس، كخطه محطوطه في الملعب، كاداء تكتيكي، كتحركات في الملعب، كتغييرات فنيه، لسه كل دوت مجهول بالنسبه للعيبه زي ما هو مجهول بالنسبه للجمهور. ده هيحد كثيرا من قدرات اللعيبه، وان كانت لعيبه رائعه فهو هيحد كثيرا من قدراتهم الفنيه في الملعب. انا عكسك تماما، متفائله جدا باللقاء. انا متفائله جدا على فكره، وحاسه ان كمدير فني جديد هيكون ليه بقى فاهم اول بصمته كده، هيكون حريص جدا ان هو يسيب بصمه مهمه في اول لقاء، هيكون اللعيبه عاملين له حساب اكبر بكتير، الموضوع هيكون مختلف. انا بص، انا شايفه ان اللقاء القادم ده انا متفائله بيه. أنا ما قلتش ولا إن أنا متفائل ولا إن أنا متشائم. أنا بقول هنتس بس. أنا بقول الجمهور ما تتعشموش قوي في اللعيبة الجديدة، ممكن اللعيبة القديمة تعمل حاجة، ممكن الغربال الجديد ليه شدة زي ما بيقولوا، ممكن لاسارتي ينزل الملعب اول ان اول، فاهم قصدي؟ إن هو أنا هكسب الماتش ده بأي طريقة، يحط خطة فنية كويسة، يوظف اللعيبة بشكل مختلف، قدامه فترة أسبوع كامل من أول ما بدأ التدريبات لحد المباراة اللي جاية يحكم على اللعيبة. وهو لما قعد مع اللعيبة بيتابع برضو من قبل كده هو لما قعد مع اللعيبه قال لهم انا عارف كل واحد فيكم كويس، وعارف امكانيات كل واحد فيكم كويس، وعارف انا هستخدم كل واحد فيكم ازاي. فهو واضح ان هو عنده صوره كامله. طبعا برضو هو متابع كويس وتواصل مع كل المتواصلين مع الفريق او المختصين بالفريق سواء السابقين او الحاليين، عشان يحط صوره كامله للفريق. ده هيديله فرايتيز اكتر في قياده المباراه. نتعشم خير، نتعشم اولا واخيرا المباراه تطلع كويسه، مباراه تليق بتاني الدوري المصري وببطل الدوري المصري للنسخه السابقه، وان شاء الله الافضل يفوز، وباذن الله الاهلي يكون افضل باذن الله. طيب نروح للدوري المصري الممتاز بشكل عام، شايف ايه المختلف؟ ايه اللي بيحصل جديد؟ شايف ازاي المنافسه على المربع الذهبي؟ شايف ازاي كمان المنافسه على مراكز الهبوط؟ مراكز الهبوط، انا صعبان على الاسماعيلي جدا. اسماعيلي وصيف في الدوري، الاسماعيلي اللي بيشارك في بطوله افريقيا، اسماعيلي اللي انهى الدوري السنه اللي فاتت في متقدم مركز في الدور الاول، مركز ثاني كان بيلعب في بطوله افريقيا، عنده مجموعه من اللاعبين المميزين جدا، خلال الميركاتو اللي فات عمل تعاقدات كويسه جدا. جاب تقريبا 12 لعيب، كان ابرزهم عصام الحضري كابتن منتخب مصر والتاريخ الطويل جدا في الدوري المصري. ده يبقى حال الاسماعيلي. انا متضايق، بقول لك ايه، خليني جمهور الاسماعيلي. صحيح، خلينا نرجع كده للاسماعيلي، هنلاقي ان الاسماعيلي حصل له دروب من اول ما تخلى عنهم المدير الفني السابق ليهم في الموسم اللي فات من الدوري المصري الممتاز بستيان دي صبر. مظبوط. حتى فيريرا لما جه مسك ما قدرش يعوضه. فييرا مش فيريرا، فييرا. أنا كنت متوقع إن فييرا هيشتغل شوية. فييرا شفنا الفترة بتاعته مع الزمالك. صحيح. كانت رائعة. عنده فكر مختلف، وعنده حاجة ممكن يقدمها. كانت مش أداء باهت جدا. فريق صحيح. فريق ملوش طعم. مش الإسماعيلي. خير الدين مضوي. خير الدين مضوي، أنا كنت متفاجئ بإن هو مش مقدر قيمة الإسماعيلي. طبعا مع احترامي الشديد للنادي الاهلي، انا في قناه النادي الاهلي فما ينفعش اقول كده، بس هو في مباراه الاهلي في الدور الاول، اول مباراه افتتاحيه، هو كان افضل كتير من النادي الاهلي. في الملعب كان كويس.
جاب الجون قيس فجأة تراجع بكل الصفوف بتاعته، لعب دفاع منطقه وبدا هو تقريبا مش مصدق ان هو كسبان النادي الاهلي، فلعب كل اللعيبه بتاعته، كان ناقص ينزل هو يقف معاهم جوه ال 18 عشان يطلع الكور. هو مش مقدر قيمه الاسماعيلي، بيلعب صحيح. دفاع اكتر من اللزوم. الكره السامبا الجميله بتاعت الاسماعيلي اللي مش بس جمهور الاسماعيلي بيحبها، اللي جمهور مصر عامه بيحب يتفرج عليها، مش موجوده خالص دلوقتي، مش بسبب خير الدين مضوي بس، بسبب اللي قبله واللي بعده وهو بس. هو تحديدا انا بالنسبه لي انا كنت شايف ان هو مدير فني عربي، عارف الاسماعيلي كويس وعارف اللعيبه كويس وعنده فكر متحرر شويه، ممكن يساهم شويه في تطوير الجانب الهجومي في الاسماعيلي، خالف كل توقعاتي. لعب صحيح. دفاع بحت، حتى مش دفاع يعني، احنا ايام هيكتور كوبر، هخرج من الموضوع شويه انا اسف، ايام هيكتور كوبر كنا بنتعادل، كنا انا اسف بنلعب دفاع بس بنحقق التارجت، الجمهور كان معترض واحنا كنقاد متضايقين ان احنا مش ده مستوى منتخب مصر، بس في الاخر وصلنا نهائي افريقيا، تاهلنا لافريقيا بعد 3 مرات ما بنتاهلش، وصلنا كاس عالم، عملت اللي انت عايزه. خير الدين مضوي ولا عمل اداء ولا عمل نتائج، فده انا صراع الهبوط بالنسبه لي الظاهره الابرز فيه هو الاسماعيلي. لازم مجلس الاداره يلحق يلم نفسه سريعا جدا قبل ما يلاقي نفسه في ان شاء الله مش هيهبط، بس ان شاء الله تكون الامور مختلفه تماما، بس في مركز ما يليقش بالنادي الاسماعيلي في الدور الثاني، يعني في حاجات كتير قوي هتخلص في الدور الثاني. لا في امور كتير هتتغير، بس لازم يلم نفسه بسرعه. الظاهره برضو المميزه بالنسبه لي في الدوري المصري السنه دي المقاولين العرب. المقاولين مقدم مستوى رائع جدا حقيقي. جدا جدا حقيقي. احمد علي بيثبت ان هو كانت فتره سيئه شويه في الزمالك، ما خدش الفرصه الكامله، مش الفرصه الكامله، هو حتى الاداء بتاعته، لا هو خد فرص بس الاداء بتاعه ما كانش متوافق مع النادي. رجع تاني يثبت ان هو واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين في مصر. صحيح. جاب جون في النادي الاهلي في ماتش المقاولين والاهلي، جون مهاجم رقم 9 قناص، بس اللي هو اللي يعرف يجيبه. لعيب الله اكبر عليه، مهاجم زي الكتاب ما بيقول. صحيح. طاهر محمد طاهر طالع بقوه رهيبه. عندهم عناصر مميزه جدا. عندهم عناصر مميزه جدا. لو اتكلمت على المهاجمين، الظواهر المهاجمين في الدوري المصري، انا صلاح امين ده كان غايب عننا فين من زمان؟ عن الدوري المصري كله. سبحان الله. صلاح امين يا جماعه حقيقي، انا بقالي برغم ان سنه كبير، مش صغير، بس انا بقالي 3-4 يعني سنين مفيش كده فعلا. انت قلت الكلمه اللي انا عايز اقولها، مفيش كده. بيلعب مع اي فرقه كبيره صغيره، معاه عناصر تساعده، ما معاهوش، التيم حالته كويسه، التيم اوف جيم، اي حاجه صلاح امين بيلعب، صلاح امين بيسجل، صلاح امين مصدر خطوره رهيب جدا. شفنا الجون اللي جابه في الزمالك، على اي فرقه مهما كانت، اي فرقه حقيقي. شفنا الجون اللي جابه في الزمالك، دخل ورقص وعدى وجاب جون. مهاجم برضو، انا بالنسبه لي الظواهر الهجوميه في الدوري هي الاكثر تميزا في سنه 2018 او في الموسم ده تحديدا. احمد علي، صلاح امين، طاهر محمد طاهر زي ما قلت، هم الابرز بالنسبه لي لحد دلوقتي. طيب نرجع بقى نتكلم عن 2018، بعدين احنا اخر يوم في 2018. طيب لو بنعمل احصائيات كده، تدي جايزه افضل مدافع لمين؟ جايزه افضل مدافع لمحمود علاء. محمود علاء. صحيح. مدافع مهاجم. هو لعيب شامل. بيعرف يطلع الكوره كويس. صحيح. من تحت بيعرف يلعب كويس، بيلعب بدماغه كويس. هادي، رايق على الكوره، ليه غلطات احيانا بتؤدي الى كوارث، بس ده حال كل اللعيبه. اكيد اي لعيب، خاصه في مركز حساس زي مركز الدفاع، زي ما كنا بنقول واحنا بنلعب في الشارع، الغلطه بفوره، هي الغلطه بفوره بالنسبه للمدافعين، بس هو اوفر اول ككل، لا هو لحد دلوقتي الاكثر ثباتا في الدوري. افضل باك يمين. انا عايز اديها لكريم نيدفيد والله على اخر والله يعني عايز اديها لكريم نيدفيد على اخر على اخر كام ماتش. يستحقها. جميل قوي، جميل قوي قوي قوي، بس لا افضل باك يمين على السنه كلها اكيد احمد فتحي. احمد بخلاف الكام علي معلول. طيب لو رحنا لوسط الملعب، مين نجم وسط الملعب بالنسبه لك؟ برضو كثبات، انا بحب حسام عاشور قوي. انا بالنسبه لي حسام عاشور ايدل، يعني حد لا غنى عنه في الحياه عامه، مش في الكوره بس. صحيح. بس انا هديها لطارق حامد، لانه طارق حامد
ثبات المستوى بدايه من اول السنه، احنا بنديها على السنه، من اول السنه لحد دلوقتي حسام عاشور غاب كثيرا بسبب الاصابه للاسف الشديد. ممكن اديها لطارق حامد، ممكن اديها لمحمد محمود بتاع وادي دجله برده مقدم موسم هايل. ممكن اديها لعمر الوحش الاسماعيلي برده عامل سنه رائعه. أكيد. رائعه اكيد. طيب افضل مهاجم محلي وافضل مهاجم اجنبي. افضل مهاجم اجنبي ازارو. ازارو افضل مهاجم محلي صعب قوي دي. صعب قوي لانه انا مشكله لما نقول ان هي صعبه دي مشكله، تحس ان انت منتخبنا ايه بقى والمشكله بقى. ما لسه عايز اتكلم في المشكله دي، مع ان هي صعبه. اللعيبه اللي احنا مش عارفين نختار ما بينهم، ما فيش حد فيهم بينضم المنتخب. في عهد هيكتور كوبر الحمد لله العهد ده اتغير الحمد لله. الحمد لله. يعني احمد علي زي ما كنت بقول. طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر دلوقتي بدا ياخد فرصه. وانا مبسوط جدا بده. احمد علي، صلاح امين، طاهر محمد طاهر، مروان محسن. للاسف الشديد يعني انا كنت، انا في ناس كتير هتشتمني بسبب الموضوع ده، بس انا بحب باسم مرسي. يعني انا شايف ان باسم مرسي كخامه مهاجم تقريبا يمكن اتعرض لكثير من المشاكل لما هو كان موجود هو في نادي الزمالك، وبعد كده لما سافر للاسف ما قدمش اي حاجه خالص تذكر ابدا خالص في مشواره الاحترافي في اليونان خالص. انا شايف ان باسم مرسي واحد من المهاجمين اللي المفروض يبقى حاجز مكانه في المنتخب وهو حاطط رجل على رجل. لانه امكانيات بس مهاجم، بس هو مش متابع صحيح. هو مش مركز مع الكوره، انا مش عارف ليه. لو اخترت ممكن اختار اربعه. اختار ممكن اختار اربعه هم اللي قلتهم، طاهر محمد طاهر، مروان محسن، احمد علي، صلاح امين. صلاح امين. طيب افضل بقى مدير فني في 2018، احنا بنتكلم بقى على الموسم اللي فات والموسم الحالي في 2018. وممكن نقسمهم للدور اللي فات، يعني الموسم اللي فات الموسم اللي فات حسام الدوري. حسن النص الاولاني حسام حسن، النص الثاني جروس. كريستين جروس. عامل موسم رائع. رائع. ولو اخترت احنا قلنا افضل مهاجم وافضل مدافع. لو اخترت افضل محترف بصفه عامه انا هديها لفرجاني ساسي. فرجاني ساسي. انا معجب بيه جدا. افضل صانع العاب عامه في 2018. افضل صانع العاب في 2018. مركز صناعه اللعب في مصر بقى شحيح قوي، يعني ما فيش صانع لعب بالشكل اللي المفروض يبقى موجود. يعني مفيش تريكا، مفيش عبد الله السعيد، مفيش وليد سليمان. وليد سليمان يستحقها. بس وليد سليمان مش صانع لعب. يعني وليد سليمان انت ممكن انت تقصدي صانع لعب اللي هو افضل مركز 10 ولا صانع لعب بشكل عام؟ بشكل عام. بشكل عام وليد سليمان، لان هو بيصنع لعب بس من الجنبين، ما بيصنعش من قلب الملعب. بس بشكل عام لا، وليد سليمان قطعا. وليد سليمان بالنسبه لي افضل لعيب في السنه كلها. صحيح، يستحقها حقيقي. ويمكن من اكتر الحاجات الغريبه اللي حصلت في 2018 بقى من وجهه نظري عدم انضمام وليد سليمان للمنتخب الوطني. لا ده لغز الالغاز. بصي انا عندي لغزين. لما نبعث من جديد ان شاء الله هبقى اسال ربنا اللغزين دول اتحلهم ايه. وليد سليمان وحسام عاشور، انا اللغزين دول انا ما عنديش اجابه ليهم. يمكن ما همش الجنسيه المصريه مثلا. ممكن. مش عارف، يعني انا مش عارف والله. يعني حسام عاشور هل شفنا لاعب خط وسط مدافع زيه في تاريخ مصر؟ لا مفيش. لا حلو. اداء موجود، بطولات موجود، التزام فني في الملعب وتكتيكي والتزام خارج الملعب موجود، قيادة للفريق لما بقى قائد وقيادة للفريق من قبل ما يبقى قائد موجود. السبب ان هو ما بينضمش للمنتخب ايه؟ ده شيء مجهول. انضم ماتش وقال لك مستواه كان وحش. طب ما في لعيبه كتير قوي اخذت اكتر من 20 فرصه صح عشان تثبت ان هي كويسه. عشان تثبت ان هي كويسه. انت ضميته ماتش قدام البرتغال اللي هي البرتغال ولعب وحش. دي البرتغال يا جماعه. بس فانا بالنسبه لي عدم انضمام وليد سليمان وعدم انضمام حسام عاشور هو لغز الالغاز الغير مبرر بالنسبه للاجهزه الفنيه في المنتخب الوطني، وغير مبرر بالنسبه لي انا كجمهور. يعني ما اعرفش، مش لاقي لها اجابه فعلا. طيب اسالك بقى عن امنياتك، بما اننا بننهي النهارده حلقتنا ودي اخر حلقه في 2018، تقول امنياتك ايه ل 2019 للرياضه المصريه وتحديدا للكوره؟ للرياضة المصرية وتحديدا للكورة. أتمنى مصر ترجع تاني على منصة التتويج في دوري أبطال أفريقيا.
وترجع تاني على منصة التتويج في الأمم في الأفريقية، كأس أمم إفريقيا. وصلنا مركز تاني المرة اللي فاتت، المرة دي عايزين إن شاء الله، بقالنا كتير قوي غايبين عن البطولة، بقالنا كتير غايبين عن المنصات، فعايزين نرجع تاني إن شاء الله. كأس العالم لليد لكرة اليد في يناير، أتعشم إن شاء الله المنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني الإسباني الجديد يقدر يقدم مستوى جيد ويقدر يرجع تاني إنجاز 2001 رابع العالم، أو يعدي إن شاء الله. ده على مستوى الرياضة في مصر. على المستوى العالمي أتمنى محمد صلاح ياخد بالون دور بإذن الله. يا رب إن شاء الله. الأول يحقق البطولتين ياخد بالون دور باذن الله، ان شاء الله دوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا باذن يا الله. يا رب ان شاء الله. وحاجه مهمه جدا، انا اسف، أيوة. اتمنى تريزيجيه يروح اي حته كويسه، اي حته غير القاسم باشا. لاتسيو مقدم له عرض يروح لاتسيو، يروح دوري. بس يمكن انا سامع ان في مبالغه كبيره قوي ومغالاه كبيره قوي من فريق قاسم باشا، مش عايزين يفرطوا فيه بسهوله، وحقهم بصراحه. بصي، هو مش مغالاه، خلينا نقول هي مش مغالاه. هو العرض اللي متقدم ب 4 مليون وهو عرض غير رسمي برضو، خلينا نقول في زي تفاوض غير رسمي كده، تسريب ان هم عايزين ندفع 4 مليون وناخده، مفيش عرض رسمي اتقدم ولا اي حاجه. قاسم باشا قال لك انا مش هنتخلى عن اللاعب باقل من 10 مليون، وبعدين رجع قال لك 8 مليون. الانديه المهتمه سريعا بتريزيجيه في لاتسيو قدم اللي هو العرض الغير رسمي ده. روما ما قدمش عرض بس بعت سكاوترز عشان خاطر يتابعوا اللاعب في المدرجات. في انديه في الدوري الانجليزي لم يتم الاعلان عنها، بس في على الاقل ناديين في الدوري الانجليزي. نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق باذن الله. اي حاجه في دول، لان هو يستحق فعلا. يستحق جدا ان هو يروح في الفرق الكبيره. يستحق جدا. بشكرك جدا استاذ خالد عامر، ناقد رياضي في جريده عسل الاسبانيه، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. كل سنه وانت طيب، ان شاء الله السنه الجايه تكون سنه كلها سعاده عليك، وطبعا اكيد على مشاهدينا. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا. سنه سعيده لحضراتكم.